تفاصيل اكتر هنعرفها من مروة حافظ، مؤسسة مبادرة انا مصروية. مروة مساء الخير عليكي. مساء النور، اخبارك ايه؟ الحمد لله. ايه الحاجات الحلوة والجميلة اللي انتوا بتعملوها دي؟ الحمد لله، يعني ان احنا قدرنا ان احنا نسدد المصروفات السنه دي. انتوا 50 على 50 مدرسه، 300 طالب على مستوى 50 مدرسه. كل مناطق اسكندريه. طب انتوا ليش يعني من اسكندريه بالذات، ولا عشان انت اسكندرانيه؟ انا اسكندرانيه وفي نفس الوقت احنا كمان المقر الرئيسي للمؤسسه في اسكندريه. طب ما بتفكروش ان انتوا تتوسعوا كنتوا شويه على المحافظات، يعني تنزلوا بقى القاهره، بورسعيد، يعني في محافظات تانية برضو كتير غير اسكندريه. احنا فعلا لينا افرع كتير مش اسكندريه بس، احنا نطاقنا الجغرافي جمهوريه مصر العربيه. هايل. وبنشتغل في القاهره، وبنشتغل في جنوب سيناء، وبنشتغل في حتت كتير، والشرقيه والبحيره. فلا لينا وتوسع الحمد لله، وقدرنا كمان ان احنا نوزع الادوات المدرسيه، المستلزمات المدرسيه، وشاركنا في مبادره اطلقتها مديريه التربيه والتعليم في اسكندريه اسمها سفراء الخير، بملابس الجديده والمستعمله للاستعمال جيد، ودخلت ضمن المعرض للاطفال الغير مقتدرين. طب قولي لي انتوا دوركم بيقف عند تسديد المصروفات المدرسيه وشراء الادوات الدراسيه، ولا من طول السنه بتبقوا انتوا مع المدارس دي برضو بتتابعوا لو حد عايز حاجه، لو في حاجه؟ لا خالص، بالعكس، احنا بنهتم بالمراه المعيله، وبنهتم بالمراه، عشان نهتم بالمراه ندخل كل النطاقات، من التعليم للصحه للتوعيه، وزي ما الرئيس اكد في حديثه الاخير على التوعيه، احنا كمان بنوعي، عندنا حمله خليكي قويه يعني نحمي نعلم السيدات في المناطق الفقيره الحمايه من اهميه الكشف المبكر. حلو قوي. طب انا ليه عندك سؤالين. اول سؤال، لو انا مثلا واحده بتفرج دلوقتي عليكي من البنات او السيدات عايزين ينضموا للمبادره دي ويشاركوا معاكوا، ينضموا ازاي؟ تاني سؤال، الناس لو حد برضو معهوش يدفع، معهوش ان هو يجيب طلبات المدرسه لغايه دلوقتي، بيتواصلوا برضو معاكوا ازاي؟ هل ليكوا صفحه على الفيسبوك او كده، ولا او ليكوا ارقام او ايه؟ احنا لينا صفحه فعلا على الفيسبوك اسمها مؤسسه انا مصرويه، هي مؤسسه مشاركه تحت الضمان الاجتماعي، ويتواصل معانا من خلال المسجز، واحنا بنرد على كل الرسائل. وعلى فكره كشف المصروفات اللي احنا دفعناها الاخيره 300 طالب اخذينه من مديريه التربيه والتعليم في اسكندريه، عشان تبقى الحالات مدروسه دراسه جيده، واحنا واثقين. طب سريعا كده يا مروه، قولي لي ايه الشروط اللي انتوا بتبقوا طالبينها ان انتوا تدفعوا لطالب مصروفات؟ يعني مثلا والده متوفي، مامته مش موجوده، بابا موجود بس ظروفهم الماديه مش ما تتيحش لهم ان هو يدفعوا مصاريف المدرسه، ولا ايه الشروط يعني؟ أنا هقول لك، هو أصلاً الأطفال الأيتام والمعاقين والأطفال كمان للأم المعيلة معفيين من المصروفات. إحنا بنختار الحالات الأكثر فقراً، بيبقوا من أم وأب، يعني مش شرط تبقى الأم هي الموجودة وهي اللي بتعول الأسرة. في كمان الأطفال المعفيين بيبقوا معفيين من المصروفات الدراسية فقط، مش معفيين من استخراج البطاقة العلاجية، فبنسدد لهم البطاقة العلاجية. فبنحاول ان احنا ندخل كل احنا عايزينك بقى هنا تجينا يا مروه في الاستوديو عشان نتكلم بقى عن الموضوع ده كمان بشكل يعني مفصل اكتر. يعني انا بشكرك شكرا جزيلا مروه حافظ، يعني من مؤسسين مبادره انا مصرويه، بشكرك شكرا جزيلا يا مروه.